قولي بقى ملك يلا. في مثل كده بقول لك ايه، من امن العقاب اساء الادب. ماشي. ده بدايه كده. حلو. لو كل لاعب بيغلط بيتحاسب وما يجيش المسؤولين في النادي بتاعه يبتدوا يبرروا له، ما شو هنشوف المنظر ده؟ انت نسيت ان انت في جماهير بتشوفك، انت نسيت ان في سوشيال ميديا، انت نسيت ان في قنوات فضائيه بتشوفك، انت نسيت ان في بلاد بتتابع. انت نسيت ده كله. اللعيبه دلوقتي بقت في حرب نفسيه، وده بسبب عدم وجود عقاب رادع لكل واحد. انت بتقول لي محمد عبد المنعم، ماشي محمد عبد المنعم في الاول وفي الاخر انا شايفه برضو ان هو طلع بره، حتى لو هو كان قاصد. أيوة. المفروض ان النادي الاهلي لو هو قاصد كان يتفتح تحقيق في ده. عشان اكون حقانيه، انا شايفه ان اللعب يعني مش ده طبعه. اوكي. يعني انا زملكاويه. فده يديكي مؤشر لايه؟ وتاني حاجه، هو طلع بره في ساعتها اول ما لقى الكيل والقال، طلع قال لك 1 2 3. لو كان عمل ده وكان تم توقيع العقوبه ما كنتش هتشوفه في التدريب بعدها على طول. كان هيتم توقيع عقوبه زي ما تم توقيع عقوبه على الشحات وعلى اللعيبه اللي تجاوزوا في بعض الحاجات، فهيجوا على ده وهيسيبوه. ده اولا. خلاص طالما اثير الموقف كان المفروض، بس طالما الاهلي ما عاقبوش اذا الاهلي مقتنع ان هو ما اخطاش، لان الاهلي عاقب الشحات والسوليه بالظبط كان هيضعف وقفشه. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر هيجي على حاجه، لا استوب هنا. علشان ما تتجاوزش وما يديش فرصه لحد غيره يعمل ده. ده بدايه. ماشي. وفي الاول وفي الاخر هو برر. اوكي. وضح. ايوه. ودي حاجه كانت مهمه ان انت حتى لو في اي شيء انت وضحت. تعالى بقى عند الموجودين في المباراه او مراقب المباراه او ايا كان. المشكله بس مش في المباراه، المشكله اللي بعد نهايه المباراه، ودي اللي بتبقى الكوارث في الاحتفالات. فالمفروض ان يتعمل عقوبه على اي لاعب يتجاوز، اهلي او زمالك او اي نادي تاني. مصطفى شلبي، مصطفى شلبي للاسف طالما في اللي هيبرر لك، انت بتدي فرصه للعيبه تانية. انت شايف ان هو اخطا؟ انا شايف ان هو اخطا. اولا بعيد عن الحركه دي. هو بيتقال ان انت عملتها على القلب والكلام ده كله، بتحتفل. ما عنديش مشكله. بترمي تيشيرت الزمالك ليه؟ انت عارف قيمه تيشيرت الزمالك الاول من الاحتفال. انت عارف قيمه تيشيرت الزمالك ولا لا؟ انت عندك مشكله مع الجمهور بره الملعب. لازم يبقى في حد اخصائي نفسي مع اللعيبه. وتاني حاجه، طب لو في غيره اتحاسب على اي تجاوز مع الجمهور، كان هو هيجيب ايه يعني؟ استوب. النادي الزمالك مفيش اي عقوبه على مصطفى شلبي. ما هو مفيش اي عقوبه. لا ده المتحدث الرسمي في تبرير. المتحدث الرسمي ما طلعش في قناه الزمالك. لا بغض النظر عن مسؤوليته المتحدث الرسمي، انا بتكلم عن مسؤوليه في قناه ثانيه. برر الموضوع. قال لك هو بيحتفل وشكل عفوي. يعني ايه شكل عفوي؟ ما هو انت لازم يبقى خيوط الفريق في ايدك. اللي هيغلط هيتحاسب. وبقول على الزمالك وعلى الاهلي. وحطيت بند، من آمن العقاب أساء الأدب. ليه؟ المفروض مراقبين المباراة يشوفوا اللي بيحصل ده. علشان انت كده مش بتضر نفسك بس، انت بتضر جمهورك. الجمهورين هيخشوا في مشادة. كمان انا وصفت الفريق. انا وصفت ان مصطفى شلبي يقلع تيشيرت ويرميه على الارض، ان ده تصرف ساذج. انت دلوقتي خدت انذار وداخل على ماتشين ذهاب واياب نهائي. الانذار الثاني. فممكن الانذار الثاني. يعني اللي جاي ده يبقى الثالث. الجاي الثالث. انت بتخسر حاجه. لو خد انذار في الذهاب مش هيلعب. بالظبط. انت بتخسر فريقك كل حاجه لمجرد ان انت جبت الجون في دريمز. مع كامل احترامي يعني. انت عايز تثبت للجمهور انا حصل كذا. لازم يبقى تركيزك وردك على الناس اللي بتبتدي تنتقدك حاجه واحده بس. في الملعب. في الملعب. صح. احنا اهو كميديا احنا اكتر ناس بنتهاجم على فكره. وبنتهاجم بحاجات يعني ما ينفعش حتى نقولها. لكن انت ردك بالحقائق. ان بعد ما بيعدي فتره بيتثبت ان انت كل كلمه قلتها حق. فانت امشي بنفس المبدا ده. ركز في الملعب، مالكش دعوه باي حد بيهاجم. وفي حاجه عايز اقولها برضه عشان اكون صريحه. يلا. المهاجمه بتبقى على اللعيبه في نادي الزمالك ده بسبب اللجان الالكترونيه لبعض اللعيبه الثانيه في السوشيال. لا ما تهزريش بقى. لا اهو يقول لي لا ده لعيبه يعني في ناس في فريق نادي الزمالك معلمين بالمعنى اللفظي. اللي انت بتقوليه ده خطير جدا. انا بقولها لهم في وشهم على